السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بخالص العزاء لجلالة الملك محمد السادس ولشعب المغرب الشقيق ولأسر ضحايا العمل الإرهابي الخسيس الذي وقع في دولة مالي، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مستقرهم أن يجعلهم من أهل الجنة يا رب. هذا العمل الذي لا يخرج إلا من قوم كفروا بكل الأديان وبكل معاني الإنسانية والآدمية. في البداية أود أن أؤكد لكم أن الدولة المجرمة الخنشلية ما زالت تعبث بتاريخ الدول وخصوصا مصر والمغرب، وما زالت تبحث عن مكان كذبا وبهتانا وزورا. لا أدري ما هي الجدوى وما هي المحصلة من هذا العبث، ولكن كل ما أريد أن أقوله هو أن أرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري وللشعب المغربي. لن يفلحوا أبدا في سرقة تراثكم، ولن يفلحوا أبدا في أن يكون لهم تاريخ على حسابكم وعلى حساب تاريخكم. لابد أن تتيقنوا من هذا، لأن ما بني على باطل فهو باطل، أمر منتهي لا يحتاج إلى نقاش أو إلى جدال. ما بني على باطل فهو باطل. إحدى المتابعات الفضليات أرسلت لي تقول: سرقوا القفطان المغربي. أود أن أرسل لك يا أختي رسالة طمأنينة ولكل الشعب المغربي، تراثكم محفوظ، تاريخكم محفوظ، واعلموا جيدا أن لكم ملك يحب تراب بلده. ظننت في البداية حينما بدأت البحث في هذا الموضوع، ظننت في البداية أنهم بالفعل سرقوا القفطان المغربي، هذا التراث الذي ما زال يحتفظ باسمه ومواصفاته وما زال ينتمي إلى المغرب وسيظل ينتمي إلى المغرب. إلا أنني فوجئت بشيئان. الأول هو أنهم استنسخوا القفطان ولم يسرقوا، وأسموه القفطان الجزائري، استنساخ باهت عديم اللون والطعم والرائحة. ما هو أهم؟ أن في بعض الأحيان قد يفهم صمت الملوك والرؤساء خطأ، وننسى أن الصمت لغة العظماء،
هذا الصمت لا يكون من فراغ. فحينما بحثت تأكدت وتيقنت، وهذه رسالة إلى الخناشلة وإلى العالم أجمع، حتى يعرف من يحب بلده ومن يحب السلطة. هناك فرق. من يحب بلده يفعل كما فعل الملك محمد السادس، ومن يحب السلطة يفعل كما يفعل عبد المجيد في الجزائر. حينما يساعد شعبه على السرقة والخنشلة وادعاء التاريخ وبالزور والبهتان، إذن هو لا يحب تراب بلده. أما من يحافظ على تراثه ويعمل في صمت لصيانة هذا التاريخ وصيانة هذا التراث، فهو بالفعل من يحب تراب وطنه. هذا هو الفرق، ليس بالكلام وإنما بالأفعال. اطمئنوا أشقائي المغاربة، تراثكم وتاريخكم محفوظ 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 محفوظ، مهما تعرض لسرقة ومهما تعرض لاستنساخ فهو محفوظ، وباسمكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وستعلمون هذا بالوقائع والأحداث والتواريخ أيضاً.